هو يمكن الحمد لله التعامل مع حالات كورونا، وبقالنا دلوقتي 3 سنوات، دي اكسبت العاملين في المستشفيات خبره كبيره جدا على كيفيه التعامل مع حتى لو في تزايد في اعداد الحالات، وازاي بيتم من اول مرحله وهي مرحله فرز الحالات عشان نقدر نشوف الحالات وتصنيفها، نشوف انهي حالات اللي ممكن تكون مصابه بعدوى فيروسيه، الحالات اللي ممكن تكون محتاجه عزل، الحالات اللي ممكن تكون محتاجه دخول مستشفى، ايه الحالات اللي ممكن يتم علاجها علاج منزلي. فالحمد لله الفريق الطبي بقى اصبح عنده خبره، بنتاكد دايما من توافر المستلزمات الطبيه، من توافر الادويه اللازمه لعلاج مثل هذه الحالات. فصل الشتاء زي ما حضرتك بتقولي فصل دايما بيكون اكتر للامراض الصدريه، وده بيكون نتيجه انتشار بعض الفيروسات، هي بتكون لها مواسم معينه، بيكون اكتر مواسم ليها يمكن دخول فصل الشتاء. العدوى الفيروسيه منها انواع كثيره جدا، واشهرها طبعا عدوى فيروس الانفلونزا بكل انواعه، سواء الانفلونزا A او B. ثانيا زي ما حضرتك قلت الفيروس المخلاوي، وبعد كده فيروس كورونا. فكل الفيروسات بيتم التعامل معاها زي ما قلنا طبقا لتصنيف الحاله، طبقا لاخذ المساحات والتحاليل اللي بتبين اي نوع من انواع الفيروسات. يمكن بيتم مشاركة القطاع الوقائي من ناحية ترصد أنواع الفيروسات عن طريق أخذ المساحات وترصد الحالات، ونتيجتها هي اللي بتقول لنا إذا كان المريض ده مصاب بأنه فيروس من الفيروسات، وبيتم تطبيق البروتوكولات العلاجية عليه بصورة مكتملة.